حسام فريد حسنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال. مبادرة النهاردة الهدف منها هو التدريب من أجل التشغيل. احنا الفترة اللي فاتت في مصر عانينا من مشاكل بطالة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت عانينا من عدم توافر العمالة المدربة أو الموظفين المدربين اللي يصلحوا ان هم يشتغلوا في مجال العمل. من هذا المنطلق ابتدينا نعمل استقصاء رأي داخل شركات أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، احنا محتاجين وظائف ولا لا؟ لقينا ان احنا عندنا 2000 وظيفة جاهزين دلوقتي بندور لهم على موظفين يشتغلوهم ومش لاقيين. قلنا طيب الوظائف دي احنا محتاجين العناصر تبقى متدربة عليها عشان تقدر تشتغل. طلعنا مجموعات من المناطق التدريبية فيما يخص التدريب الفني، فيما يخص التدريب الإداري، بحيث ان الحد الأدنى من السكيلز المطلوب عشان الموظف يقدر يشتغل الشغلانة دي هو ده. وبالتالي رحنا طرحين المبادرة التدريب من أجل التشغيل، 12 فرصة تدريب، 12,000 فرصة تدريب ل 2000 وظيفة موجودين، ده من خلال الجمعية المصرية لشباب الأعمال. ده بداية الطريق وليست نهاية الطريق، بمعنى احنا هنا بنتكلم ان احنا عايزين ده يبقى التوجه العام. احنا طول النهار بنسمع على مشاكل البطالة، وطول النهار بنسمع الشركات بتشتكي انها مش لاقية موظفين، وبالتالي دعينا اصحاب المصلحة المشتركة معنا زي الجامعات الاخرى، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية والى اخره، ان هم يشتركوا معنا في هذه المبادرة. ان شاء الله يوم 24 احنا عندنا معرض التشغيل من اجل التدريب من اجل التشغيل على مدار 3 ايام هيتم ان شاء الله، هتكون الشركات العارضة للوظائف موجودة، الطلاب اللي عايزين او الطالبين العمل هيكونوا موجودين، الفرص التدريبية المتاحة هتكون موجودة، بحيث ان احنا نقدر بعد شهرين ثلاثة نبتدي نسكن الوظائف اللي مطلوبة دي مع المتدربين اللي موجودين عندنا. بص احنا عندنا كذا طريقة للتواصل. الطريقة الاولانية وهي الطريقة الاكثر تشعبا هي حضراتكم الاعلام. الاعلام موجود معنا النهاردة وهيبقى موجود معنا على الفترة المقبلة بيعلن عن الموضوع ده. عندنا صفحات الفيسبوك بتاعتنا والويب سايت بتاعنا، عندنا تليفونات الجمعية، عندنا بروتوكولات الموقعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتالي وبرضو وزارة الشباب والرياضة، وبالتبعية انت كده بتحاول تضمن اكبر قدر يبقى موجود من الشباب. طبعا انت عمرك ما هتقدر تشتغل على كل الشباب اللي موجودين مرة واحدة، ولكن احنا بنبتدي عشان لما يجي مهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد صناعات يبص يقول لك طب يلا خش، لما يجي احمد بيل وكيل رئيس غرف التجاره يقول لك يلا، لما يجي حسين بيه صبور جمعيه الجمعيه العامه للمصريين يقول لك يلا. فيبقى عندك ال 2000 فرصه عمل دول يتحولوا ل 20,000 و30,000 و200,000 فيما بعد. فاحنا بنبتدي برنامج بنامل ان كل اصحاب المصلحه المشتركه هيشتركوا معانا في هذا البرنامج، بحيث ان احنا ينتهي بينا الامر ان احنا بنوظف ناس بندربها من اجل وظائف متاحه عندنا فعلا. اشتغلوا اشتغلوا، هي السلوجن اشتغل، كله محتاج يشتغل.